ركز بتواجده بنص الملعب وركز أدوار الانضباطية، بطل الظهير اليمين يقدم للهجوم اللي هو عمر، صار معاه واجبات من الكابتن عدنان حمد يدافع. شفنا الظهير الشمال الدميري التزم دفاعيا، رجائي عايد صار يدافع. دليل انه الوحدات اخر خمس دقائق رجع بنفس اخر خمس دقائق وكاد وجد يسجل. مساحات امام الوحدات. ماجد، اليوم احنا حكينا انه لا حول ولا قوه للمدرب الوحدات. الثاني مطمئن اكثر، سيباستيان مرفوعه ب 18، الحارس ماذا يقول؟ ركله جزاء، ماذا يقول؟ ركله جزاء، نعم ركله جزاء، ركله جزاء. من ينفذها؟ فيصل عبد الحسن عبد الفتاح. النقاش بينهما، ركله جزاء، جزاء وحداتيه اردنيه، جزاء جزاء. نتابع كيف تعثر بها فيصل في ال 18. بالمناسبه ربما البعض يقول الكره بعيده، لا الكره كانت قريبه من تناول اللاعب بهاء فيصل، وبالتالي نعم كان في التحام وكان في دفع بدون كره وتحسب بهذه الحاله. من ينفذ؟ نحن على موعد مع هدف ثان في هذه المباراه، نحن على موعد مع الهدف الثاني في هذه المباراه. حسن عبد الفتاح الكابتن، كابتن الكتيبه الوحداتيه، ينفذ والمواجهه ام بهاء؟ على ما اعتقد بهاء، نعم بهاء فيصل، بهاء فيصل ينفذ، بهاء فيصل ينفذ الجزاء، بهاء فيصل في المواجهة مع حارس بنجلارو أمير نادر. بهاء فيصل، بهاء فيصل، الاستعداد، التركيز، التنفيذ. الله 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 الله. والثاني يأتي، الثاني يأتي بهدفين دون مقابل. يتقدم الوحدات على فريق بنجلارو هنا في عمان بهدفين دون مقابل، بهدفين دون مقابل يتقدم الوحدات، يتقدم الوحدات هنا في عمان على فريق بنجلارو الهندي. وهدفين، الاول ياتي عن طريق احمد ماهر والثاني كاميرا كاميرون ينفذ على طول ملعوبه. الله الله الله، هدف 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 مباغت، هدف هدف ياتي عن طريق اللاعب فيتيت، فيتيت المدافع يسجل ويخلص الفارق معنا في هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف واحد. لذلك يجب ان ننتبه، يجب ان ننتبه في الدقائق المتبقيه من هذه المباراة، يجب ان ننتبه الى اخر تقريبا نعم 20 دقيقة من هذه المباراة. المطلوب التركيز العالي، ممنوع الخطأ، ممنوع الخطأ في الوقت المتبقي، ما زال في المباراة بقية، ما زال في المباراة بقية، والخطأ ممنوع شباب. الالتباه في خط الظهر، الامساك